لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج اللامولاتي، برنامج المرأة الطفل والأسرة. وصلنا لفقرة كيفاش تكوني إيجابية في تربية أطفالك، دائما مع الكوتش أسماء مجاني المختصة في التربية الإيجابية. أهلا بك كوتش أسماء. صباح النور على سناء، مرحبا. الله يبارك فيك. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا، غادي نعرفوا معاك نقاط مهمة جدا في أهمية التعبير عن مشاعر الأطفال. كنعرفوا على أنه المشاعر أحاسيس متنوعة ما بين الفرح، السعادة، القلق، الخوف، كتخلينا على اننا نفهموا الشعور ديال الاخر. اليوم من خلال التربيه الايجابيه نبغيو نفهموا الاهميه ديال تعليم الطفل ديالنا هاد التعبير على المشاعر، على العواطف ديالو. هذا الموضوع لا سناء في غايه الاهميه، حيت بزاف ديال الاباء ماشي غير الاباء، وانما الاشخاص عامه ما تيردوش البال لهاد المشاعر، بالاخص المشاعر ديالنا حنا كاشخاص ولا كاباء قبل ما نردوا البال ديال وليداتنا. مشاعر الاطفال حنا كاشخاص تبين لنا باننا ما نعرفوش نعبروا على المشاعر ديالنا. كتسول شي واحد كتقول له مالك هاد الصباح، تيجاوبك ما نعرف ساعه الله. ايه ساعه الله، ولكن مالك؟ والو، ما كيعرفش يعبر على شنو عنده. ما عندناش لو فوكابولير، داك الرصيد اللغوي ولا الكلمات باش نتواصلوا بهم مع الناس. ذكرتي على سناء المشاعر الاساسيه المعروفه، كاين مشاعر واحده اخرى ولكن هادو هما الاساسيين، كاين الفرح، الحزن، الغضب، الخوف. وهذه المشاعر ما هي الا جواب ديال العقل ديالنا ولا ديال الجسم ديالنا على شي حدث ولا على شي حاله. بحال دابا الخوف في حالة خطر، ولا الفرح في حالة تشجيع، ولا الحزن اللي كنتلقى بشي خبر ما مزيانش، الغضب ملي كتشوف شي واحد كيتظلم قدامك مثلا. هادو كلهم حالات اللي كنعبروا على المشاعر ديالنا فيهم، هما بنفسهم وسيله تشخيصيه باش نفهموا انفسنا. صح. كيقدموا لنا واحد المعلومات جد مهمه على نفسنا وعلى شنو اللي داير بينا. ملي كنتعلم نسمع الاحاسيس ديالي وكنتعلم نوضع عليها واحد الاسم، هنا كنمشي في الخطوه الاولى فيغ لا جيستيون دي زيموسيون. يعني فوالا، دونك هذا كيعني بانه ممكن الى ما عبرناش على المشاعر ديالنا خاصه الغضب والحزن والخوف بشكل صحيح، يمكن تحولوا هذه المشاعر الى احاسيس سلبيه ويمكن ليها تاثر علينا في الحياه ديالنا. اذا نحترم المشاعر ديالي، نشخصها، نحط عليها واحد الاسم، هذا كيعاونني باش نفهم راسي وشنو كنعيش في ذاك اللحظه. بعض المرات كيقدر شي اب قطع مع ولده الشانطي وطلق له من يدو هرب، غادي يمشي للجهه الاخرى التروطوار ويعطيه واحد القتله ديال العصا. هو دابا شنو بين الطفل ديالو؟ تيقول بابا راه غضبان، ورا الخلعه ديالو اللي تحولت له هكا، مي ما عرفش يعبر عليها بطريقه صحيحه. دونك هاد الامر خصنا نتعلموا له حنا بعدا كاباء، ونعلموه لوليداتنا، نوصلوه لوليداتنا، نوصلوه لوليداتنا. واخا كوتش الا سمحتي، كيفاش نساعدوا الطفل على التعبير على المشاعر ديالو بطريقه صحيحه؟ هنا غادي نبدا بواحد المساله مهمه، هي نعاونوهم باش يعبروا على الاحاسيس بعدا ديالهم قبل ما نشوفوا الطريقه الصحيحه. نعاونوهم غير باش يعبروا على الاحاسيس ديالهم، اولا بتعبيرنا حنا عن المشاعر ديالنا، حيت حنا كيف تنقولوها في كل حلقه بان حنا قدوه. نعلمهم بكلمات، انا ملي ندخل معصبه للدار خصني نقول بانني انا راني اليوم شويه تعبانه، شويه معصبه، خصني يكون عندي هذا لو لونغاج دائما تنتكلم به في الدار، انا فرحانه، انا هادي، انا هكا، يعني بكلمات نعبروا بالكلام، يعني باش نعبروا بالطفل يفهم، يولي فاهم. مثلا الاب اذا دخل من الدار واش مقلق واش فرحان، كيولي حتى هو كيقرا واخا في سن صغيره، تيولي يقرا الاب ديالو ولا الام ديالو. الوغ يا بالكلمات ولا بالنسبه للوليدات الصغار ما تيعرفوش يعبروا بالكلمات. دونك كيمكننا عندنا واحد الطريقه ذكيه ديال التابلو ديال لي زيموتيكون ديال لي زيموجي، بحال اللي كنخدموا به دابا في التليفون، بحال اللي كنخدموا به. هذوك عندنا دي زيموتيكون تيكونوا في واحد لو تابلو، كيمكننا نطبعوهم من الانترنت، وكنجي وكتقول للطفل ديالك ودابا اجي قول لي انت دابا باش كتحس، باش كتحس كيفاش، كنسميوها حنا لا ميتيو. اييه كيبان واش الطقس ديال الطفل، الفم مثلا مقلق، واش كيضحك، واش عنده قليبات، يعني راه فرحان، تيحب ماما، تيحب بابا. دونك هاد الطريقه هادي الوليدات الصغار مزيانه، ولكن المراهقين والاكبر بالكلمات. بالكلمات فسمحت كوتش، يعني كتطور المشاعر ديال الطفل على حسب السن ديالو. كان هي المشاعر بصح
كتطور على حسب السن، هي كتبقى هي ما تتبدلش، غير هو تيعبر عليها التعبير اللي كيتعبر اللي كيتبدل، تطور المرحله المرحله. هادشي اللي تكلمنا عليها لسناء دابا كيخلينا نستنتجوا اهميه الاحترام اللي هو من اهم اسس التربيه الايجابيه. واحترام ديالاش؟ احترام نفسي ديال المشاعر ديالي واحترام ديال المشاعر ديال الطفل. اول حاجه ممنوعه في التواصل والنقاش مع الطفل ديالي هي استنكار وتجاهل المشاعر ديالو. هذه ما مسموحاش نهائيا في الترابي. هذه عكس التربيه الايجابيه. هذه عكس التربيه الايجابيه. يعني ملي الطفل ديالك يجي يبكي عليك يقول لك انا راه مات لي القط ديالي، تقول له هذاك غير قط ماشي مشكل، يعني ما استقبلتش استنكرات ما يعني ما للاسف تحس بهذا الاحساس اللي عن قله معرفه، ولا يعني كانوا يعني مشغولين بحاجه اخرى. ولكن صح كاين واحد المثال واحد اخر، هو ملي تيجي تيقول لك وانا انا راني عيان، احنا تنقدروا نجاوبوه لا انت ماشي عيان، فكيت بوحيط وكتفشش. هذا استنكار المشاعر ديال الطفل. كيكون كنت مشى انا والطفل ديالي في الزنقه وداس حتى واحد الكلب وقبط فيا وغوت واحد الغوطه، واش حتى هذا يخافوا منه الناس؟ راه غير كلب صغير ورا هديره، راه ما يمكنش. كان يعني كنطيحوا في واحد الحالات بحال هكا، بحال دابا غادي يجي يشكي عليك يقول لك ولا يكون طاح تقصح وتجرح في الركبه ديالو، راه ماما راني تقصحت، تقول له صافي سي با غراف نوض راك راجل، الرجال ما تيبكيوش. ما كنخليهمش حتى يعبروا على المشاعر ديالهم. ما يمكنناش نبقاو ماشيين على هاد الطريقه هادي، لانه هادو احاسيس طبيعيه في يعني في الفطره ديالنا. ولكن حنا عند بالنا راه الا قصحنا معاهم في الجواب ديالنا كتقويلو الشخصيه ديالو، ولا ما يمكنش. راه هو عنده واحد الاحاسيس اللي كيعبر لك عليها وتيقول لك اسمع الاحاسيس ديالي ماشي اسمع شنو تنقول. تكلمتي لي على العبارات الصحيحه اللي يمكننا نساعدو بها الطفل، باش لانه كيف ما هادو كلهم ذكرتي هادو امثله يعني سلبيه اللي خاصنا نتفاداوها، في حين انه كاين عبارات اللي هي ايجابيه اللي كتساعد الطفل على التنميه ديال القدرات ديالو واللي غادي تساعده حتى في المراحل. لانه كيف ما الخاصيه اللي فهمنا معك كوتش اسماء هو انه في التربيه الايجابيه الخاصيه ديالها اللي كتميزها هو انه كنخدموا على الانيه يعني في تربيه الطفل وحتى في المستقبل كنشئه، كيفاش انه غادي يفيد نفسه ويفيد المجتمع من بعد. معلوم. الوغ اول حاجه هنا غادي تساعد الطفل هي ملي يعبر على شي حاجه كيف ما كانت، نسمع له وما نستنكرش الاحاسيس ديالو كيف قلنا. بالعكس جو في فاليدي ليموسيون ديالو. شنو هي فاليدي ليموسيون؟ هي غادي نبين له بانني فاهمه داكشي اللي كيحس به، ولا بعض المرات حاسه داكشي اللي كيحس به حيت انا انا مريت من واحد المرحله بحال هكا. حتى بهذه المساله ديال الكلب زعما شخصيا غيجي ولدي يقول لي راني خايف من الكلب غادي نحس به حيت انا كنخاف من الكلب. فهمتي؟ دونك هاد نرجع للامثله اللي عطيت في الاول، بحال دابا ملي يجي يقول لك راني عيان ما يمكنلكش تقول له لا راك كتفشش ولا كتبوحط، تقول له ياك لاباس فين عندك الحريق منين جاك العيا، نستقبلهم. الكلب ملي غوت الطفل على ود الكلب قول له مالك خلعك هذا الكلب ملي قرب ونبحدك شنو وقع لك. ملي يقول لك راني طحت وتقصحت غادي نتكلم معاه باللغه ديال الوجه واللغه ديال كتبين انك راه حتى انت تقصحتي اي فهمتي، ماشي نشفق فيه كاع ونمشي معاه للشفقه زعما ولا هذا ولا نمشي معاه لشي حل، اجي نشري لك هادي صافي غير سكت اجي نشريها لك صافي تهرسات لك لامانيت نشري لك واحده اخرى، لا ما نمشيش معاه انا الحل، هو ما باغيش الحل، هو بغاك غير تسمعي له تكون معاه في هذاك الاحساس اللي هو تيحس به ديك الساعه. يعني نقدر نمشي معاه نقول له دابا انت شنو يريحك دابا؟ لا ياش محتاج فاش يمكن لي نساعدك انا يمكن الحل اللي غادي نعطيه ما يوالموش، عاد نزيد نعصبو على داك الشيء اللي هو تيشكي ليا منه. فعلا. دونك نقول له دابا انت لاياش محتاج، فاش يمكن لي انا نعاونك؟ راه يقدر يقول لك لا والو صافي ما بقيت بغيت والو. المهم انا خصني نسمع له ونفهم له الاحساس ديالو علاش بغا يعبر. انا هادشي شمن مهاره اللي كنعلمو الا تعاملت معاه بحال هكا؟ انا تنسول دابا الاباء تنقول لهم في نظركم شنو هي هاد المهاره
اللي كنعلم الوليدات هذه اللي كنتكلموا عليها، هاد لي كومبيتانس لي سوسيو ايموشنال، هاد المهارات الاجتماعيه والعاطفيه اللي مهمين بزاف يتعلموهم الاطفال ديالنا. دابا في هاد الحاله هذه اش من مهاره تنعلم لوليداتي؟ كاين جوج ديال المهارات، كاين الاحترام، يعني تنحترم نفسي وتنحترمك انت في الاحاسيس ديالك حيت تنسمع لك، وكاينه لامباتي، يعني راني حاسه بك وفاهمك. وحتى هو غادي يولي ملي تيشوف ماما ولا بابا كيحسوا به وكيسمعوا له، حتى هو غادي يولي يحس براسو ويحس بالاخرين حتى هما. وهذو بجوج من النقاط مهمه اللي ذكرتي، يعني الاحترام وان نحسوا ونفهموا الاخر، يعني راه خاصيات اللي هما ايجابيين 100% واللي غادي يعطيو لا في علاقات الاطفال يعني بالوالدين ديالهم، لا في المدرسه كيفاش غيتعاملوا، لا في المراحل العمريه اللي كيطور منها الطفل. باش نزيد نطور مازال مع الطفل هاد المساله ديال الاحساس، حيت مهمه جدا عندنا في الحياه. كيقدر نكون جايباه من المدرسه ويعاود لي على شي صاحبه ولا صاحبته، راه الاستاذ قصح معاها الهضره وما عجبهاش الحال. شنو هي ولدي ما عجبهاش الحال؟ في نظرك انت باش حسات هذيك البنيته اللي تكلم معها الاستاذ ديالها هكاك، باش حسات هاد باش حسات، باش حسيتي خصها تكون تولي عندنا حاضره. اذا غادي نمشيو للكوتش اسماء نتعرفوا على التساؤلات ديال المستمعات والمستمعين الاوفياء. معنا المستمعه صفاء ام علي وعاليه من الرباط. انا ام لطفلين، علي 7 سنين وعاليه 5 سنين. عندي الولد تيبكي بزاف اكثر من البنت على اي حاجه وبكل سهوله الدموع تيخرجوا، وبابا ديما كيقول ليه مالك كتبكي بحال البنت، الولاد ما تيبكيوش. بغيت نعرف واش عادي ولا لا. عطيتيني مثال بهاد بصح هاد الشيء مازال الولاد تيبكيو بحالهم بحال البنات. وإلى عبر عالي على الاحاسيس ديالو اللي هما الالم ولا الغضب في ديك الساعه، هذيك هي احسن حاجه دارها في ديك السن. علاش؟ حيت ملي كنكونوا صغار ما تنعرفوش نعبروا على المشاعر ديالنا بالكلمات ولا نلقي خطاب على المشاعر ديالي، ما كيمكنش للدراري الصغار يتعاملوا بهذه الطريقه. دونك تيبكي ولا تيضحكوا ولا دونك في هذه الحاله ديال عالي تيبكي، والا ما بكاش غادي يقدر يخنق فيه هذاك الحزن ولا الغضب، ويقدر يتحول الى عنف من بعد الا ما بكاش هذيك اللحظه. راه يمكن يبدا يضرب في شي حاجه ولا يكبت هذوك الاحاسيس والمشاعر ديالو، ما تيخرجوش في الوقت ديالو، ما تيخرجوش في وقتهم، وما تنخليش ما تنعطيش الفرصه باش يخرجهم. دونك تيخنقهم تيخنقهم، تيكون بحال واحد القمع الا بغينا نقولوا اكزاكتومون. تيولي غير ساد عليه، غير في العنف، كيقدر يفقد الاتصال مع المشاعر ديالو ولا مع الحاجيات الاحتياجات ديالو. لان البكاء زعما في سياق الحزن كيخلق لنا واحد تنظيم ذاتي عاطفي كنسميه حنايا لو سيستيم دوتو ريغولاسيون ايموشنيل. راه لازم نبكيو باش نخرجوا شي شويه وباش نقادوا واحد يرتاح، هادشي اللي كاين. دونك هنا كأم ولا كأب خصني نمشي نقلب على شنو هي الرساله اللي موجهه لنا، شنو هو سبب البكاء ديال عالي. راه يمكن لي ما نكونش عارفه انا السبب ديالو علاش كيبكي، وهي تنقول له اسكت بركه من البكا. خصنا نلمسوا هاد الاحاسيس، خصها تلمس لا منا حنا اباء ولا من الاطفال. كيف تيقولوا تيقول لك ما يمكنناش نخرجوا من واحد الموضع اللي ما دخلنالوش، دونك ما يمكنش انا نخرج من هاد البكا وهاد العصبيه وهذا الا ما قصتوش وما لمستوش. لازم نحس به وجلاكوي ونستقبلو وعاد ديك الساعه نشوف كيفاش يمكن لي. فوالا. واخا كاين تساؤل اخر، مستمع سي كمال من الدار البيضاء الله يخليكم. ولدي الصغير عنده 11 سنه حشومي بزاف، مع انه لا انا ولا ماما ولا خوتو فينا هاد الخصله، كنضحكوا كنهضروا بحال الكبار بحال الصغار، ما كاينش انت صغير سكوت، كل واحد كنحاولوا نزولوا منه الحشمه. الا ولدنا الصغير تيكون عارف الحاجه وتيحشم وتيقولها قدام الضياف، ما تيقولهاش قدام الضياف، كيبقى ساكت ما تيعبرش على المشاعر، واش فرحان واش مقلق، يعني عنده نفس الاحساس ترونكيل. هنا في هذا السؤال لسناء كيتبينوا لي جوج ديال النقط، كاين النقطه الاولى بانه حشومي، والنقطه الثانيه بانه ما تيعبرش على الاحاسيس ديالو. هنا بالنسبه للحشومي نورمالمون حنا كنحترموا الخصوصيات ديال كل طفل، ولكن الا كانت كتشكل لهم
واحد المشكل في علاقتهم مع عائلتهم ولا علاقتهم مع الاصدقاء ولا مع الاساتذه ولا في قرايتهم. هنا ملي كيكون كيشكل تتشكل هاد الحشومه كتشكل واحد المشكل كيمكن ننتاجوه نمشيو معاه نديروا ليه شي انشطه بحال المسرح ولا رياضه جماعيه تقول نفسك كثار كتعند واحد الجراه تتخلط مع الناس تنحاول نخلق ليه واحد الفرص بوحدو. كنحاول اهم حاجه زوينه كنخلق ليه واحد الفرص باش يتجمع مع الناس. انا قلت لك بحال هذا وليد هذا اللي كنتكلموا عليه يمكن الكره تتخليه يتخلط مع الوليد الاخر يمشي نشوف معاه هو شنو هي الرياضه الجماعيه اللي يرتاح فيها وي زعما انديريكتومون غادي نديه يا رياضه كيف قلتي يا مسرح يا مسرح ولا نعطيه فرصه باش يتلاقى مع وليدات قدو ولو الى عندك شي صحابك ولا هذا رد عليهم تلاقى بهم جيو للدار. دونك هذه من ناحيه الحشومه. من ناحيه ثانيه ما كيعبرش على الاحاسيس ديالو ما غاديش يمكن لك تفرض عليه تقول له قول لي واش الطريقه اللي غيعبر بها. ما يمكنش. انا اللي تنطلب من هذا الاب هو يبدا يخرج مع الطفل ديالو يخصص له واحد الوقت كاين اللي تيكون كتوم ماشي تيعبر بسهوله على المشاعر ديالو تقرب من الطفل ديالو يبدا يخرج هو وياه يتمشى هو وياه يجلس معاه في قهوه هو وياه يديه معاه يشاركوا يخليه يشارك معاه في شي حوايج اللي تنديروهم في الزنقه يمشي معاه السوبر مارشي يمشي معاه يتغدى يمشي معاه ويجلس هو وياه ويستمع له يعطيه غير يعني هاد الخرجه ماشي باش يدير له الخطاب ولا يقول لك ما كتعبرش لا 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 لا, لا نهائيا يعني هاد الخرجه غادي نخرج معاه باش نسمع له باش نتعرف على ولدي حيت ما تنتعرفوش بزاف على وليداتنا. كيف ما ذكرتي كوتش اسماء اشرتي واحد النقطه مهمه بالنسبه لهذه الحاله على اساس انه يخرج ولده بوحده لانه بعد النوبات كيكونوا تبارك الله الخوت جوج ثلاثه ديال الوليدات كنخرجوا خرجه جماعيه فالقدر يكونوا فرحانين مجموعين ولكن ما كنعرفوش شنو كل واحد اشنو عنده مثلا يعني مع ملي كنكونوا مجموعين مي ملي كيكون بحال دابا هكا شي صعوبه مزيان انه مثلا الام ولا الاب يخرج ولده ولا بنته غير هو بوحده راس في الراس باش يتعرف عليه اكثر كيف ما قلتي ويعرفوا شنو بغى يعبر على هذا. عندك زعما 100% صحيح حيت هذا سي تانوتي ديال التربيه الايجابيه سميتو لو طون ديدي هذا كيخصنا نبداو نخرجوا وليداتنا الراس في الراس هي الاب مع الطفل ولا الام مع الطفل خصنا نبرمجوها خصها تكون عندنا كاينه في كاين خرجات عائليه وكاين خرجات فرديه انا مع ولدي ولا انا مع بنتي باش نسمع له ماشي باش نحط السلطه نطبق شي سلطه ولا نعطي شي موعده يعني بواحد الشكل يعني ماشي وقتها عندها وقتها ولكن هذيك باش نتعرف انا على الطفل ديالي ونسمع له نحط له غير سؤال نقول كيفاش كدوز الامور في المدرسه كيف داير في وسط صحابك شكون هما صحابك تكلم لي على صحابك شنو كتبغي شنو كيهمك في الحياه شنو هما السفرات اللي تبغي تمشي ليهم والوليدات كيعجبهم الحال انه يهضروا على راسهم حيت كنهتموا ليهم وبوحدهم يعني الاهتمام كله للطفل. اذا شكرا لك بزاف الكوتش اسماء مجاني مختصه في التربيه الايجابيه على كل هذه المعلومات اللي قدمتينا اليوم فقره كيفاش تكوني ايجابيه في تربيه اطفالك. الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نتكلموا على واش كنستمعوا لاطفالنا.